نصات المخرج والفنان العالمي غسان مسعود، تأليف لوتس مسعود ونخبة من الممثلين السوريين، وبالمشاعر والأحاسيس يلي لامست كل الحضور وعكست الواقع، وبكل محبة انطلقت مسرحية هوا غربي على مسرح الحمراء بحضور فاق التوقعات. تابعونا بهالتقرير. حابين نعرف من وين اجت فكره المسرحيه وشو الفكره او الهدف اللي حابين توصلوا للجمهور. هلا فكره العمل اكيد اجت من واقعنا اللي هلا عم نعيشه. انا بامن انه الكاتب لازم دائما يكتب عن واقعه قبل ما يكتب عن واقع غريب عنه. يمكن نحن الواقع تبعنا هلا بعد الحرب، بيقولوا لبعد الحرب هلا هي المرحله، فيها كثير تساؤلات، فيها كثير شكوك، فيها كثير اشارات استفهام يمكن بيننا وبين حالنا مطرحها من غير ما يكون يمكن في نقاش بيننا وبين حدا. الشغلات اللي بتخطر لنا بعد هي الفتره اللي مرقنا فيها نحن، انا حبيت اطرحها كلها بهذا العمل، وركزت اكثر شيء على جانب الانتماء، قضيه الانتماء. نحن السوريين بعد هاي المرحله مفهوم الانتماء هل هو غير قابل للتشكيك مثل قبل، ولا هو صار مشكك في امره؟ هذا الشيء طرحناه من خلال هذا العمل. بتوقع الاجابات عن هذا السؤال كل حدا من الجمهور بياخذها بالطريقه القريبه منه. قديش مهم انه تتواجدي انت وابوك بعمل موحد وتكونوا قريبين من الجمهور؟ اكيد انا هذا كثير بيعني لي، يعني انا العمل مع ابي بعتبر انه هو من اكثر الشغلات اللي انا محظوظه فيها. انا كثير فرصه كبيره لي انه يقدمني حدا مثل غسان مسعود، بتمنى ان يكون بيستحق هاي الفرصه، بتمنى ان نكون عم نعطي نتائج حلوه مع بعض، وبتوقع انه من كانه مسرح لليوم لهوا غربي الجمهور عم ياكد انه الثنائيات الفنيه بالعائله الوحده فيها تكون ينتج عنا شيء العالم بتحبه ويكون قريب منه. شو احكي لي عن دورك بالمسرحية؟ هلا دوري هو شخصية موجودة بالعمل اسمها شكر الله، هو محدث نعمي بيحاول ينتقل من طبقة إلى طبقة أخرى هي ما بينتمي لها أبدا أبدا أبدا، بيحاول يتعايش معها طبعا لمكاسب كتير بتهمه. في عنده هيك دائما حسرة يعني على الأيام الصعبة اللي كان عم يعيشها، فبيحاول من خلال سلوكه من خلال الظروف اللي هي انه يتصرف على اساس انه هو من هي البيئه ابا عن جد، وهذا اللي ما بينجح فيه ابدا. قديش اليوم مهم وقوفك امام عمل من اخراج الفنان العالمي غسان مسعود؟ والله كتير مهم، وهي تاني تجربة إلي مع الأستاذ غسان مسعود، أكيد كتير مهمة على صعيد أداء الممثل وكتير مهمة على صعيد الإخراج والخبرة اللي ممكن نجيبها على المسرح. طبعا الأستاذ غسان مسعود مثال كتير دقيق، يعني مخرج كتير حساس، يعني بتلاقيه عم يدقق على أهم التفاصيل، على الكلمة، على الحرف، على الحركة، وهذا يعني كتير كممثلين يعني أكيد مشهد طبعا، بس لكن أكيد النتيجة بتطلع أهم يعني. فالحمد لله يعني نحن موفقين فيه اكيد، وبتمنى يعني هذول النجوم الكبار يضلوا بالمسرح، يعني يضلوا عم يشتغلوا مسرح، هن مشكورين اكيد، ومشكورين انتم كمان انكم موجودين كمان تحضروا مسرح. أنا السنة الماضية كنت بتجربة كأنه مسرح، والسنة بهوا غربي. أنا دائما بكون سعيدة لما بشتغل مع الأستاذ غسان، بحب طريقة شغله على الممثل، وهو خرجني أصلا يعني مدرسني الأستاذ غسان بالمعهد. أكيد مبسوطة كتير بالتجربة، مبسوطة مع الكاست اللي معنا، كتير في انسجام، في محبة، هذا الشيء كله بيوضح، يعني الناس عم تتلمسه على الخشبة، وإن شاء الله تكون الناس حبت يعني وصلنا الشيء اللي بدنا نقدمه. جوليا هي البنت الصغيرة بهي العائلة، البنت اللي سافرت من 10 سنين، كانت تحب شاب ببلدها. السفر ما غيرها مثل ما بيغير الشباب، مثل ما عم نشوف، يعني لا السفر ولا المظاهر ولا مغريات الحياة ولا لنقول جمال باريس أو الدول اللي برا، ما في شيء خلاها تنسى قلبها
اللي موجود بالبلد، وبترجع لحتى ترجع تعيش قصة الحب مع هذا العازف. يعني نحن دائما بنشوفهم بالمسرحية لجوليا ورامي مثل رومي وجولييت. لنقول نحن انه بهي الحرب اللي عم بتصير وبهذا الوجع اللي عم نعيشه، نحن ما قلنا خلاص غير الحب. انا بشوف انه الفنان لا يتجزأ يعني موهبة واخلاقيا وانسانيا وروحيا وثقافيا، فالأستاذ غسان حقيقة شخص بيمتلك كل هاي الملكات. فتخيل قديش هو ممكن يعطي ثقة، قديش ممكن يعطي حافز، قديش ممكن يعطي تطوير ملكات للممثل اللي عم يشتغل معه، ابتداء من لما منبلش نتلمس الشخصية على الورق لحتى نجسدها على الستيج على الخشبة لحتى تكتمل حتى بالأشياء الخارجية من ستايل ولبس وإلى آخره. المسرحية كتير 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 فيها شيء كتير غني إنسانيا فكريا، يعني بتمس حياتنا أو بتحرك فينا المشاعر. حلو هو المسرح لازم يعني يلامس مشاعرنا، فكتير كتير أنا مبسوط عمليا. ما في موضوع لأنه وردي أنا إنفول مشارك في المسرحية بتصميم الإضاءة، فبالتالي أنا ما فيني يكون ما فيني يكون موضوعي ببساطة.